مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللايف المباشر هنا من منطقة إرجيتن بتفروت قيادة تمالوت بإقليم تارودانت. كما كتشوفوا معنا يعني صعوبة البنية التحتية والطرق، هذه المنطقة تعيش على واقع التهميش والإقصاء ومجموعة من الفوارق المجالية التي تعاني منها ساكنة إرجيتن ب منطقة تفروتن بقيادة تمالوت، ومن بينها يعني الطريق كما كتشوفوا، يعني الطريق بالرغم من أنها معبدة إلا أنها تتسم بالوعورة، فهناك يعني مجموعة من الحوادث المميتة التي تقع في هذه المنطقة. ربما غادي يبان لكم يعني كما كتشوفوا يعني بنية طرقية صراحة تحز في النفس حينما نرى يعني الناس ديال العالم القروي يعيشون على واقع مجموعة من المعاناة ومجموعة من المشاكل التي تقض مضجع الساكنة المحلية بمنطقة إيرغيتن بإقليم تارودانت، ومن بينها يعني أنهم يعني حتى البرامج التنموية فهي ربما غائبة تماما بهذه المنطقة اللي هي منطقة إرجيتن. فلا يعقل يعني أن تستفيد مجموعة من المناطق بالمغرب من تنمية حقيقية إلا أن هذه المنطقة لا زالت يعني تعيش على واقع التهميش والإقصاء، وأيضا غياب بنية طرقية في المستوى اللائق الذي سيمكن من سلاسة في التنقل وأيضا الحفاظ على السلامة ديال المواطنين ديال هذه المنطقة. ومن بينها يعني هذا الطريق التي أمامنا على الصورة، فهي طريق خطيرة جدا بها منعرجات طرقية صراحة تتصف بالوعورة والخطورة نظرا للضيق ديالها وأيضا نظرا لكونها يعني أنها الطريق ما واسعش بهذه العبارة بحكم أنها يعني طريق أسست بالرغم من الحداثة ديالها بأن تنشئة الطريق اللي كتربط يعني تفروتان بإرجيتن، حسب قول أحد المواطنين بأن الطريق يعني تم تبييضها قبل 10 سنوات فقط، إلا أنها جد ضيقة وبالتالي لا يمكن أن تخالف فيها يعني سيارتين في اتجاه معاكس، حيث تضطر مجموعة من السيارات الخروج من مسارها كي تسمح بمرور سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس، وهو ما يخلف في كثير من الأحيان يعني آفات وفواجع طرقية بهذا المعبر الطرقي الذي أمامنا. ناهيك يعني عن واقع التعليم أيضا الذي يعيش على مجموعة من التناقضات، من بينها أن هذه المنطقة ربما تتوفر فقط على مدرسة واحدة وفرعية يتابع فيها أطفال القرية الدراسة ديالهم، واللي لا يصلون حتى يعني السادسة ويضطرون للانتقال صوب تارودانت، إلا أن يعني إلا أن الظروف الاجتماعية والفقر والهشاشة التي يعاني منها يعني الأهالي ديالهم ما كيخليهمش باش أنهم ينتقلوا لمدينة تارودانت ومناطق مجاورة من أجل إكمال دراستهم في أسلاك أخرى كالسلك الإعدادي والسلك الثانوي، وأيضا حتى الدراسة الجامعية، نظرا لكون يعني أن الفقر ضرب بأطنابه في هذه القرية التي تقع بجبال تارودانت. تشوفوا يعني منطقة جبلية واعرة، كل شيء يعني غائب عن هذه المنطقة اللي هي منطقة إرجيتن، فلا تنمية قروية ولا أي شيء من البرامج التي ألفنا أن نسمعها في الخطابات يعني وفي الشعارات ديال مجموعة من الأحزاب السياسية وأيضا مجموعة من
المنتخبين الذين يقدمون مجموعة من الوعود لأهالي هذه القرى، إلا أنه في واقع الحال حينما يعني تدخل لهذه القرية يعني ترى في أعين أهلها المعاناة ثم المعاناة، ولا شيء يعلو على المعاناة مع الأسف الشديد. ونتمنى أن تأخذ هذه القرى نصيبها من البرامج التنموية ومن المخططات ديال المجالس المنتخبة، سواء المجلس الإقليمي لمدينة تارودانت وغيرها من المجالس الجماعية، ولما لا أيضا يتم التفكير في تعزيز بنيتها التحتية وتوسيع هذا الطريق التي أمامنا، كتعتبر يعني طريق خطيرة جدا على مستعملها. وأيضا يعني هناك نقص كبير في وسائل النقل بهذه المنطقة، أو لم نقل بأنها منعدمة تماما، ناهيك عن الصحة وغيرها من الأمور التي لا تشرف بتاتا واقع القرى المغربية، ومن بينها هذه القرية ديال إرجيتن بتفراوتن بقيادة تملك إقليم تارودانت. صراحة يعني هذه القرية بالطبيعة ديالها فهي جميلة جدا يعني ومغرية بالزيارة، إلا أن يعني واقع التنمية بها يعيش هشاشة كبيرة وأيضا معاناة كبيرة للساكنة المحلية، مع التعليم والصحة والبنية الطرقية وأيضا وسائل النقل التي لا تتوفر عليها يعني هذه القرية، حكم ربما بعدها عن المركز اللي هو مركز تارودانت، فهي تبعد تقريبا بنحو يعني واحد ساعة ديال الطريق يعني من تارودانت إلى هذه القرية اللي هي قرية إيرجيتن. إلا أن المشكل الكبير الذي تعاني منه يعني هذه المنطقة هو مشكل هذه الطريق الوعرة التي تتسم كما أسلفت سابقا بالخطورة، وأيضا كثير ما تقع يعني مجموعة من الفواجع الطرقية بهذا الطريق التي بها منعرجات خطيرة جدا، وأيضا الضيق ديالها إذ أن سيارتين يعني في اتجاهين متعاكسين لا يمكن أن تتقابلا بهذا الطريق، إذ تضطر إحداهما للخروج عن مسارها، الشيء الذي قد يهدد السلامة الطرقية عفوا السلامة الجسدية للسائق. ونتمنى من المسؤولين بأن يتم التفكير في إعادة تأهيل هذا الطريق الوعرة، ويتم العمل على توسعتها لكي تكون يعني طريق واسعة تستطيع يعني سيارتين أن تمر منها دون أن تخلف أي يعني حوادث في مستقبل الأيام، إضافة إلى التفكير يعني في بناء إعدادية بهذه المنطقة، وأيضا بناء مركز صحي اللي ممكن أنها تستفد منه يعني هذه الساكنة المحلية، خاصة في فصل الصيف التي تكثر فيه يعني لسعات العقارب والأفاعي بهذه المناطق القروية، التي صراحة يعني
هناك حالات كثيرة اللي في مجموعة من المناطق بإقليم تارودانت اللي ذهبت ضحية لسعات العقارب والأفاعي نظرا لبعد المراكز الصحية ولعدم توفر على أمصال مضادة لهذه اللسعات، وبالتالي اضطر المواطن المحلي هنا لقطع مسافات طويلة بحثا عن العلاج والدواء، وهو ما قد يفقده حياته ويجعله يفارق الحياة نتيجة البعد ديال المراكز والمؤسسات الصحية عن مقر سكنه. وبالتالي فهذا نداء للوزارة المعنية من أجل إعادة التفكير يعني في تأهيل العالم القروي ككل بإقليم تارودانت بمراكز ومؤسسات صحية اللي ممكن أنها تقدم يعني خدمات ذات جودة عالية وفي متناول يعني ساكنة هذه القرية إيرغيتن وأيضا قرى أخرى بإقليم تارودانت لتعميم الصحة بالعالم القروي، أيضا تعميم التعليم والتمدرس بالعالم القروي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي. على أي فقط هذه مجموعة وجملة من المشاكل التي تعاني منها هذه القرية التي نحن اليوم نحل بين ظهرانيها من أجل نقل ورصد معاناة مجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها. ونتمنى أن تلقى هذه الرسالة أذى صاغية من طرف المسؤولين الإقليميين وأيضا من طرف الوزارة الوصية على كل القطاعات الحيوية التي لا يمكن لأي مواطن مغربي أن يعيش في معزل عنها وبدونها. تحيتي لكم إخواني الكرام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في لايف آخر وفي روبورتاج آخر عن موضوع يهم اهتماماتكم إخواني الكرام.